السلام عليكم الإخوان، وصباح الخير ومرحبا بالجميع في ترنير مينيت ديالنا اللي غادا تكون خاصة بالكانتي ديالنا في البو في الأوبستاكل. على كل حال بارطاجيو معكم المعلومات اللي عندنا والمعلومات الجديدة اللي عندنا. جرون فافوري غيكون لو ان، رقم واحد هو الفافوري ديال لا كورس، يعني الدوزيام فافوري غيكون ديلوناي رقم 10، تروازيام فافوري غيكون دو، واتوقع غيدخل معاهم حتى السبعة والويت. الويت هو غيدخل معاهم كعاود كاتريام، طروا غيبقى بستاش تنظن. بالنسبة للفرنش شوفال تيرف اللي عندها الإخوان عندها الويت والسات، عندها الويت كعود سيتيام وعندها السات كعود ساتيام، دونك أتوقع أن طروا ولا أنديس اللي بغى يلعب ان طروا او لا ال 10 عاود ما بين ويت سيت فلاباز والاوتسايدر والنون سيتي غيكون هنايا 13 12 4 13 12 4. لا سيليكسيون اللي عندي الاخوان هي هادي، ان طروا 4 7 8 12 13 10 11 لاباز 13 3 1 12 3 1 4 3 1 او لا 13 3 10 12 3 10 او لا 4 3 10. الكاتريام بلاس غادي يكون اما 7 اما 8، غالبا غيكون رقم 8، غالبا غادي يكون رقم 8 هو القاعده ديال لاكورس. هادشي اللي بان ليا الخوت، اللي بان لي شي لعب اخر اللي سخر. بالنسبة للنون سيتي فيها 4 8 12 13 4 8 12 13. الكوتاج ديال الخيول حاليا، الكوتاج ديال الخيول حاليا كاين 12 غادي يكون غادي ب 24، غادي ب 24 حاليا، 13 غادي ب 16، بالنسبة للويت غيكون غادي ب 8.5، بالنسبة للرقم 4 غيكون غادي ب 24، هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى الخير للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.